كل الحاجة اللي فيه موجودة خمسيناتي. أنا عايزة أقول لك على حاجة، إن أنا يعني أنا نفسي جدا في بيتي يعني إن شاء الله لما أتجوز يكون عندي كورنر كده حاجات قديمة بقى، حاجات كده أبيض وأسود، جرامافون، التليفون القديم أبو قرص. بس حاسة إن أنا برضو فاهم هيقولوا عليا مجنونة شوية. وده فعلا حصل بقى يا نورة يا جماعة، ده حصل فعلا، إن في اتنين شباب لطاف جدا، أحمد السيد وكمان إيمان السيد وأحمد، عملوا مشروع حلو جدا اسمه بهيرة بهير. ده حسب الفيلم؟ ده هو شهيرة شهيرة بهيرة بهير. عملوا مشروع اسمه بهيرة بهير، وهو جاليري بيضم مجموعة كبيرة جدا من حاجات زمان، الخمسينات طبعا والحاجات القديمة اللي احنا كنا بنشوفها ايام الابيض واسود، زي ما انت قلتوا التليفون ابو قرص والباب اللي عمل ازاي. انا كنت بحب قوي الجرامافون والاسوانات اهو، والراديو كمان الشكل القديم بتاعه، وطبعا كوكب الشرق يا جماعة كانت بتهز الوطن العربي كله من خلال الراديو ده. شايفين الناس بتشرب الشاي، الشاي في الفناجين بقى، الشاي والبراد في الفرندا، يقعدوا في الفرندا تراس او التراس ويشربوا الشاي، والتليفون ابو قرص. كان عندنا تليفون احمر على فكره، بقول لكم ايه، فاكرين التليفونات القديمه دي لما كان الاهالي علشان الاولاد ما يقعدوش يلعبوا فيها يعملوه بقفل قبل ما ينام؟ لا وزمان كانت المحلات كانت بتعمل كده برضو بقفل عشان مكالمات. احنا معانا في الصوره ايمان صاحبة مشروع بهيرة بهير، بصي حتى لبسهم وجوزها الله. احمد يعني شايفين الهدوء وراحة البال والروقان، هي تحسي فعلا الصورة قديمة يعني، ما تحسيش ان هم ناس موجودين في 2019. هي معانا، بس تفتكري دول في حياتهم الطبيعية بيتكلموا زينا ولا برضه؟ هنشوف دلوقتي. هي معانا على التليفون. إيمان فعلا يا إيمان، ازيك؟ لا نهارك سعيد بقى. نهارك سعيد يا هانم. يومكم سعيد. احنا في غاية الإعجاب بشخصية سعادتك. وانا ممنونه جدا. ياه ايه الجمال ده يا ايمان. بقول لك ايه، في شباب متهور صفيق بيقولوا ان النيش ملوش لازمه. هل هذه المعلومه حقيقه؟ حقيقيه جدا. النيش ملوش لازمه؟ انا ما عنديش نيش. ما عندكيش نيش؟ لا ما عنديش نيش. ازاي وخمسينات؟ لا اعذريني يا هانم، في الخمسينات كان النيش دايما لازم طقم الصيني وطقم الشاي. هو مش نيش، هو واحدة كده بيكون فيها مكان للطقم الصيني والفناجين الشيك وحاجة كده بتتفتح شبه البار، بس مش نيش بشكله المودرن يعني. إيمان الفكرة جات لكم ازاي أصلا أنت وأحمد؟ عملتوا إيه؟ أنا وأحمد بنحب المزيكا بتاعت الفترة دي جدا والأفلام بتاعت الفترة دي قوي، فكنا مقررين إن احنا هنعمل بيتنا بالشكل ده. خمسيناتي ستيناتي سبعيناتي، لان الفتره بتاعت كل البيت خمسيناتي ولا عامله جزء منه كده؟ لا كل البيت. ده حلو قوي. طب انتوا الاثنين يعني اجتمعتوا على حب الفتره دي ولا حد فيكم نقل حبه للتاني؟ احنا الاثنين بنحبها، بس احمد اثر عليا اكتر. أوكي. احمد بيحب الجاز ميوزك، فهو كان حابب الفتره دي جدا بقى وبيقنعني بيها، وفي عيد ميلادي من سنتين جاب لي هديه بيك اب واحنا لسه مخطوبين، فاحنا بسبب البيك اب ده قررنا نعمل البيت كله يليق على البيك اب ويليق على الفتره دي. جايبين ايه بقى في البيت؟ اشرح لنا اكتر. يعني في تلفزيون مثلا القديم اللي هو كان لسه طالع ده الابيض واسود، مثلا ابيض واسود والراديو، الحاجات دي شغاله ولا ديكور بس؟ لا حاجات شغاله يعني، عندنا راديو شغال يعني هو ستايله قديم وشغال، والديكوريشن واللي هو البيك اب اللي بيشغل الاسطوانات شغال، كل العفش الخشب نفسه عاملينه كله بالستايل بتاع الفتره دي. الله. طب ايمان لما اول ضيوف جولكم البيت قالوا لكم ايه؟ كل الناس بتتفرج بتحس كانها مثلا داخله متحف، داخله لوكيشن مسلسل، بيبقوا مبسوطين جدا، بيركزوا في كل التفاصيل يعني، احنا حتى الاضاءه الديكوريشن كل حاجه نقيناها تكون لايقه بالظبط، ما تكونش خارجه بره الفتره دي، فالناس تبقى مبسوطه جدا. ايمان قولي لي، هل في ناس لما دخلت عندك وشافوا المشروع بتاعك عملت زيك كده في بيوتها قلدوكي؟ جدا. انا في ناس كلمتني عايزين رقم الناس اللي نفذوا لي العفش في البيت علشان هم عايزين يعملوا العفش بتاعهم زي بالظبط، واللي بياخد مني مثلا حاجه منتج من الديكورات بيبقى عايز شبهها تاني عشان يبقى البيت كله بالثيم بتاع الفتره دي، فانا ممنونه جدا ومبسوطه. طب ايمان ايه في ايه موضوع بهيره بهير ده، زي الفيلم ده ولا ايه قصته؟ بالظبط. واحنا بنختار الاسم لقينا يعني شخصيه رحمه حسن بهيره بهير هي اللي هتكون لايقه جدا ان هي تعبر عنها.
عن الفترة اللي احنا بنمثلها. طيب برافو يا مان والله بجد، يعني حاجة جميلة جدا، وقد ايه ان انتم بتفكروا برضو بشكل مختلف، وكمان بتحمسوا الشباب ان هم حتى في بيوتهم يعملوا الستايل بتاعهم القديم شوية. بالظبط، ما نبقاش بنفكر في شكل مودرن جديد اللي لازم نواكب بيه العصر والحياة. طب عايزة اسأل ايمان، هل ايمان انت بتنزلي الشارع بلبس الخمسينات وبتتعايشي كده وسط الناس عادي انت واحمد، ولا بتلبسي ده في اماكن معينة؟ بصي احنا اصلا بادئين المشروع تقريبا من سنة، ففي الاول كنت بلبس ده وانا نازلة مثلا اوبن داي علشان يبقى الناس قدامهم صورة بهيرة بهير شكلها كده. مع الوقت بقيت خلاص حابة الستايل ده وحابة اخرج بيه، حتى لو انا واحمد خارجين كده انا حابة ابقى لابسة فستان او لابسة تايير، ويعني حبيت الستايل ده جدا. طب معلش ايمان انا عايزه اسالك سؤال مهم جدا عشان مهتمه جدا بالحاجات دي، الحاجات دي بقى اشتريتيها منين؟ الانتيكات والحاجات دي هل مثلا جبتيها يعني سالتي جدتك جدك، ولا نزلتي اماكن معينه بيتباع فيها الحاجه دي؟ بصي هو الموضوع اصلا بدا يعني رحله البحث دي من واحنا بنجهز البيت له من اكتر من سنه، فبنقعد قعدنا ندور على الخشب اللي شكله كده مش متوفر قوي في مصر فنفذناه. الانتيكات في حاجات بقى اخدتها من عند تيتا ومن عند مامة احمد، وفي حاجات اشتريناها من مزادات قديمه. لكن الحاجات اللي ببيعها في البوتيك لا، بستوردها من بره، لان الستايل ده للاسف مش بنصنعه في مصر لسه. لا كمان في مصر لو دورت شويه هتلاقي في حاجات بقى اصليه موجوده عندنا هنا على فكره. عايز اقول لكم كمان في مطاعم وكافيهات بدات تروح عملت الستايل الخمسينات في الديكورات بتاعتها، يعني ان شاء الله. يعني احنا مبسوطين جدا بمشروعك ومبسوطين باللي انت عاملاه. ده من دواعي سرور يا هانم. ممتنين ليكي جدا يا هانم. انا ممنون. شكرا. سعيدين ان كنت معانا النهارده يا استاذه ايمان، او يا ايمان هانم. شكرا جدا يا ايمان طبعا. الى اللقاء. وشكرا. باي باي يا ايمان. نرجع تاني بقى للزمن بتاعنا. طيب انتوا يعني قبل ما نختم الفقره دي، شايفين ان الموضوع بالنسبه لنا